السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاج. ازيكم عاملين؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. في الفيديو ده هقول لكم ازاي تستخدموا سام برودكت في حاجة ممكن تكون تايهة عنكم او ان انتوا بتستخدموها بشكل قديم شوية. بص، في التوتال ده لو انا عايز اعرف توتال كل حاجة او توتال كل منتج، بيبقى مثلا ايه دي القطعة بتاعته ودي السعر بتاعه. فطبعا كل اللي هتعمله هتعمل ايه، هتروح دايس هنا كده بيساوي ده في ده اللي هو الخلية دي في الخلية دي، وتروح دايس انتر، هيبقى مثلا اجمالي سعر الوحدة دي 200 جنيه، وهنروح سادين كده المعادلة هتبقى 200 و500، وبعد كده خالص هنعمل هنا التوتال او التوتال هنا، وهنجيب مجموعهم اللي هو ده اللي هو كام، هيبقى 2110 صح كده اهو. هنخليها كده باللون الاصفر. بص بقى، تخيل بقى الجمال بتاع سام برودكت. بص بقى، بص الجمال ده. الا نيجي هنا، هنروح جايين هنا عايزين نطلع توتال ده كله، هنروح جايين نساوي سام برودكت اهو، ونختار عليها، تدوس عليها مرتين اهو، وهنروح معلمين على الخليه دي كده المدى ده الرينج ده، ونعمل كومه ونعلم كمان على الرينج ده، ونروح داسين انتر 2110 2110. بص، اختصرت لك كل حاجه في لحظه، هي دي سام برودكت. لو عايز تخش اكتر وتتابع اكتر، اتمنى تعملي لايك وتشترك معايا في القناه وتفعل زر الجرس. ان شاء الله ان شاء الله هجيب لكم شويه حاجات كده في الاكسل هتفكوا كتير قوي. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.